أهلا بكم. موقع ميدل إيست آي البريطاني بينشر تحقيق عن مذكرة داخلية من وزارة الخارجية المصرية سلطت الضوء على الأسباب اللي أدت لتوجه النظام المصري تجاه شراء الأسلحة بشكل مبالغ فيه من أوروبا عبر صفقات مليارية غير مسبوقة. الوثيقة شملت قول دبلوماسيين وكان موقع عليها سامح شكري، قالوا إن هم قلقين بسبب الانتقادات التي توجه إلى مصر داخل الأمم المتحدة وبشكل أساسي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اللي شافوا في تصريحاتهم حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أداة للضغط عليها لإجبارها على تغيير سياستها. دي كانت وثيقة الخارجية وفقا لموقع ميدل إيست آي. الوثيقة أيضا قالت أنه لا يوجد اهتمام مباشر يحفز الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر مثل عقود التسليح اللي بتصل قيمتها لعشرات المليارات والاتفاقيات على استضافة مئات الآلاف من اللاجئين الأجانب والدور العسكري أو الأمني للتعامل مع أزمات محددة. طيب الوثيقة دي تاريخها كام وفقا لموقع ميدل إيست آي؟ 2017. اللي حصل في الخمس سنين اللي فاتوا بيقول فعلا في ملامح علاقة جديدة ما بين نظام السيسي من جهة وما بين الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، مبنية بالأساس على عقود تسليح مليارية غير مسبوقة في تاريخ الدولة، خلت مصر وفقا لمعهد ستوكهولم للتسليح في المركز الثالث بعد الهند والسعودية في استيراد السلاح. حول هذا التحقيق، حول العلاقة ما بين مصر وفرنسا على سبيل المثال وبعض الدول الأوروبية فيما يتعلق بصفقات السلاح، دعوني أرحب بضيفي معي عبر سكايب من باريس السيد عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة FD لحقوق الإنسان، وأيضا من واشنطن عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي المصري. أهلا بكما، وأبدأ معك عبد الرحمن، كيف قرأت ما نشره ميدل إيست آي عن الصمت مقابل التسليح؟ يعني هو في حقيقة الأمر نحن يعني استشفينا هذا الأمر كثيرا في السنوات السابقة، لكن هذا التحقيق المميز الذي استطاع الحصول على وثيقة رسمية قال أن هذه الوثيقة فيها بعض الملاحظات بخط يد السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري تعليقا على التوصيات التي قدمها موظفون دبلوماسيون في وزارة الخارجية المصرية فيما يتعلق من تعاظم قلقهم من ضغوط الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي على مسألة حقوق الإنسان ولا سيما في الأمم المتحدة، والتوصية باستخدام سلاح أو فكرة شراء السلاح من الاتحاد الأوروبي يعني كوسيلة لشراء هذا الصمت الرسمي. واستعرض التقرير أيضا شيء مهم جدا، أن المسألة لا تتعلق بالدول الكبرى فقط، بريطانيا التي زادت أو يعني بلغت المبيعات والرخص الخاصة بالسلاح في الفترة من 2013 ل 2019 11 مليار دولار، وفرنسا التي أصبحت ربما هي المستورد الأبرز أو المورد الأبرز للأسلحة إلى مصر، ورأينا قمة هذا حينما صرح ماكرون أنه لا يوجد حاجة لربط مسألة حقوق الإنسان بمسألة تصدير السلاح إلى مصر، يعني تحت ادعاء أو تحت دعوة أن هذا يقوض مواجهتها للإرهاب وما إلى ذلك في المنطقة. ألمانيا التي ارتفعت، يعني ألمانيا إنجيلا ميركل التي يعني يتحدث عنها بوصفها إنسانة قبل أي شيء وما إلى ذلك من شعارات صدرت، ارتفعت الصادرات بنسبة 205% إلى مصر الصادرات المتعلقة بالسلاح. لكن الذي كان جديدا أو مفاجئا لي بالنسبة لي في هذا التقرير التحقيق المميز ليس إيطاليا التي كان لها مبيعات بلغت 10 مليارات وما إلى ذلك، ربما أكثر على ضوء خلفية قضية جوليو ريجيني، لكن أسبانيا. أسبانيا كان هناك مطالبات من أحزاب معارضة أو يسارية في البرلمان الأسباني بوقف تصدير الأسلحة، لكن قوبلت طلباتها بالرفض، وهناك عقود تبلغ 50 مليون يورو. وبالتالي يعني أسبانيا كان الأمر جديد بالنسبة لي، خاصة أنني أتابع هذا يعني هذا الملف. طيب هذه الأرقام الكبيرة عبد الرحمن يعني أتحول بها للسيد عبد المجيد مراري، أين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية من صفقات السلاح التي وفقا لميدل إيست آي يمكن أن نطلق عليها صفقات سلاح مشبوهة بين مصر وفرنسا على سبيل المثال؟ نعم، أعتقد أن التقرير أو الوثيقة الصادرة أن كل هذه الصفقات التي تقدم عليها مصر هي تقدم عليها نتيجة هذه الضغوطات التي تمارسها الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي مجملا
على الوضع الحقوقي في مصر. فبالتالي وحديث هذه الدول وهذه المنظمات وهذه المؤسسة مؤسسة الاتحاد الأوروبي هو يأتي نتيجة ضغط هذه المنظمات الحقوقية. فبالتالي الاتحاد الأوروبي سواء كمؤسسة أوروبية أو الدول الأوروبية منفردة هي بين نار ضغط المنظمات الحقوقية والتقارير الدولية وبين خيارات اقتصادية وخيارات الابتزاز الاقتصادي كما نسميه واستغلال ورقة حقوق الإنسان من أجل ابتزاز مصر. نموذجا أتحدث أعطي فرنسا وأقول نموذج الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الفرنسي ضد عدد من الشخصيات المصرية والتي تبتز بها السلطات المصرية من أيام فرانسوا أولوند والذي نجح عبر دعوة باريس المصطلح عليها بدعوة باريس ضد عبد الفتاح السيسي المرفوعة منذ 2014 في عهد فرانسوا أولوند والتي ابتز بها عبد الفتاح السيسي مباشرة وباع 16 رافال في ظرف وزيج جدا التي لم تستطع الحكومات السابقة أن تقنع أي حكومة مصرية بأن تشتري الرافال لكن شرطها بضغط وابتزاز بورقة دعوة بين يدي قضائه يريد أن يتم استغلالها سياسيا. لكن أعتقد أن القضاء الفرنسي عموما يبقى متمتعا إلى حد ما بنوع من الاستقلالية وأن القضية أخذت مسارها القضائي وهي في مستويات كبيرة جدا. الآن نحن كما قلت سابقا نحن أمام نتقاضى الآن على المستوى الأوروبي أمام المحكمة الأوروبية والتي قبلت النظر في هذه القضية ورأت بأن هناك أساس معقول للتمسك بهذه القضية وهي الآن في انتظار رد القضاء الفرنسي على مجموعة استفسارات توجه بها القضاء الأوروبي إلى القضاء الفرنسي. فبالتالي المنظمات الحقوقية في هذا الباب تقوم بواجبها أظن، ثم أنه دور المنظمات الحقوقية هو يقتصر على الضغط من جهة ويقتصر على الإجراءات القضائية من جهة. السؤال المطروح هو أين هو دور المكونات السياسية المصرية المعارضة عموما سواء داخلا أو خارجا أو إن هو دورها في التعاطي مع مثل هذه القضايا الخطيرة جدا. فإن كان دور الحقوقي أو الحقوقيين يقومون بدورهم أو إن هو دور السياسيين في الضغط على البرلمانات والتصور مع زملائهم البرلمانيين السابقين سواء على المستوى الأوروبي أو على مستوى الدول الأوروبية. هذا سؤال هام سيد عبد المجيد، أشكرك على طرحه في الحقيقة. عبد الرحمن هل لديك إجابة؟ يعني هل يمكن أن تعيد السؤال أو يعني أين المكونات المصرية؟ أين مكونات المعارضة المصرية من برلمانيين وسياسيين؟ إن كان الحقوقيون يقومون بواجبهم وهناك قضايا تتحرك بالفعل، أين الدور السياسي لرموز المعارضة المصرية من وجهة نظرك؟ يعني في حقيقة الأمر يعني لا أريد أن يتحول الأمر إلى نقد أو مديح أو ما إلى ذلك فيما يتعلق بالمعارضة، لكن الفكرة الرئيسية هي أن هذا الصمت جزء منه صمت من الحكومات نفسها، بمعنى أنه هناك تواطئ. هذا هو جوهر التقرير. يعني أنا استعرضت التقرير، لكن قبل أن تنتقل بالسؤال كنت أريد أن أقول أن الكونكلوجن أو يعني المحصلة من هذا التقرير هو الإشارة ليس إلى الدور المصري. ربما أكد هذا عبر وثيقة رسمية بها خط يد وزير الخارجية المصري، لكن أيضا هو يشير تحديدا ويسلط الضوء بشكل أكبر ليس على الجانب المصري ولكن على التواطؤ من جانب الحكومات الأوروبية، لأن المنظمات المجتمع المدني الأوروبية تضغط. ورأينا الخطاب أشير إلى هذا في التحقيق، الخطاب الذي كان في يعني أواخر العام الماضي أوائل هذا العام من 200 ربما يعني ما بين سياسي وناشط وما إلى ذلك للمطالبة بوقف تصدير السلاح إلى مصر أو الضغط في مسألة حقوق الإنسان. وبالتالي أظن شخصي أن المعارضة تقوم بدور لكن في التنسيق والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني. وظني الشخصي أن جميع التقارير أو الخطابات التي طلعت من المجلس من مجلس حقوق الإنسان الخاص بالاتحاد الأوروبي جميعها في تنقد الوضع في مصر وتوصي بعدم تصدير السلاح وما إلى ذلك، لكن الإشكالية الرئيسية أنه لا يوجد ضغط أو أنه لا يوجد عمل أو جهد ليضغط على الحكومات أنفسها. لا أعرف هل هذا بسبب الخوف أو هذا بسبب نوع من أنواع التنسيق لوجود هذه المعارضة بشكل آمن في هذه البلدان. هل تقوم هذه الحكومات الأوروبية، وهذا يمكن أن أجيب عليه السيد عبد المجيد، بالمساومة أو الضغط أو التهديد الضمني أو المساومة على هذه المعارضة ألا تضغط على الحكومات مباشرة؟ يعني هذه النقطة الفاصلة، لأنه أنا أظن شخص أن المعارضة لا تقصر فيما يتعلق بالتنسيق والتشبيك مع مكونات الأوروبية الخاصة بالمجتمع المدني، لكن الإشكالية الرئيسية هي في الحكومات المتواطئة. يعني حينما تزيد ألمانيا مبيعاتها بنسبة 205%
وهي تعلم، وهي تعلم أوضاع حقوق الإنسان، وتعلم كيف حصل عبد الفتاح السيسي على السلطة وما إلى ذلك، وكل هذه الانتهاكات. فهذا يعني نوع من أنواع التواطؤ. لا أقول أشك، أنا بالعكس يعني إن جاز لي أن أتهم سياسيا، فأنا أتهم هذه الحكومات جميعها بالتواطؤ مع الحكومة المصرية، وبالتالي يجب أن تضغط المعارضة المصرية على هذه الحكومات بالتشبيك مع أعتقد منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر. أيضا مهمة عبد الرحمن نرجع بها للسيد عبد المجيد مراري، تواطؤ الحكومات الأوروبية التي طالما تغنت بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية، يعني إيمانويل ماكرون على سبيل المثال رفض أن يتم ربط حقوق الإنسان بصفقات التسليح. فرنسا من أعلى الدول وأكثرها تصديرا للسلاح لنظام السيسي في السنوات الأخيرة الماضية. أنت كحقوقي كيف تقيم ذلك؟ أعتقد أن ماكرون، إيمانويل ماكرون، تردد الرد القاسي من قبل عدد من المكونات الحزبيه هنا في فرنسا عندما قال هذا الكلام بانه لا مجال لادخال حقوق الانسان في الصفقات الاسلحه، وان الوضع الامني يستدعي تسليح يعني شريك مهم في محاربه الارهاب وغيرها من الشعارات التي اراد ان يرمي بها هكذا لكي يبرر هذه الصفقات، وان يبرر عدم حديثه وعدم اصراره عن الحديث عن الوضع الحقوقي في مصر، وكانه يعطي بطاقه بيضاء ويعطي إشارة خضراء لعبد الفتاح السيسي الاستمرار في انتهاكاته وفي استمرار في الجرائم التي ترتكب في حق الشعب المواطن المصري، في حق المعتقلين في السجون. نحن نتحدث عن قتل خارج نطاق القضاء، نتحدث عن قتل عبر الإهمال الطبي، نتحدث عن قتل التعذيب إلى حدود إلى حد القتل، نتحدث عن أحكام الإعدام مبنية على خلفيات سياسية، نتحدث عن الرصيد، عن يعني رزمانة حقوقية كارثيه في مصر. فبالتالي اكيد ان السيد ماكرون تعرض لنقد شديد. نحن نرفض هذا الخطاب، نرفض هذه الازدواجيه في التعاطي مع القضايا. اكيد ان الوضع الحقوقي حتى في فرنسا هناك في تردي كبير جدا. لا ننسى بان السيد ماكرون هو من كان وراء اخطر قانونين في تاريخ الجمهوريه الخامسه، وهو قانون الامن الشامل وقانون تعزيز قيم الجمهوريه، واللذان يعتبران يعني غريبان عن قيم الجمهوريه الخامسه وغريبان عن دستور فرنسا وعن قوانين الفرنسيه، والتي تعرضت لانتقادات خطيره. فبالتالي اوروبا والدول الاوروبيه عموما هي اخر من تتحدث عن الوضع الحقوقي واخر من تتحدث عن ثقافه حقوق الانسان، لانها تقاربها مقاربه مصلحيه ونفعيه. طيب هل تتوقع او هل ترى ان نظام السيسي استطاع شراء صمت الانظمه الاوروبيه عن انتهاكاته لحقوق الانسان في مصر؟ أكيد أنه استطاع أن يزين صورته، ليس أن يزين صورته يعني يعطي صورة وردية، ولكن استطاع أن يزينها عبر المال، عبر هذه الصفقات، وإن كان لم يعد محتاجا إلى التسليح. إيطاليا نموذجا، والتي تخلت عن قضية مواطنها ريجيني، وأنا كنت دائما أنبه لهذا الأمر وأميز بين مواقف الحكومة الإيطالية وموقف البرلمان الإيطالي وموقف القضاء الإيطالي. عندما كان القضاء الإيطالي يحرك ورقة ريجيني كل مرة، والبرلمان الإيطالي كان يحرك هذه الورقة كل مرة، لكن تأتي في آخر المطاف ونرى لجنة صداقة بين البرلمان المصري والبرلمان الإيطالي، ونرى زيارة رئيس الحكومة الإيطالية إلى مصر، بمعنى أنه صار المواطن ريجيني ورقة ابتزاز لعبد الفتاح السيسي من أجل توقيع صفقة الفرقاطات وصفقة المجموعة من الغواصات التي تم توقيعها مع إيطاليا على أن يتم ضمس ملف المواطن الإيطالي ريجيني. فإن استطاعت الدولة أن تبيع ملف مواطنها وأن تبتز مصر بهذا القضية، فماذا بقي للدول الأخرى وهي تبتز كذلك يعني الفتاح السيسي؟ فبالتالي مصر للأسف الشديد والسلطات على الفتاح السيسي للأسف الشديد هي تتعرض لابتزاز، ليس إلا وهي تعي جيدا بأنها لن تستطيع أن تزين الوضع الحقوقي في مصر مهما رفعت من شعارات من استراتيجية حقوق الإنسان ومن حوار سياسي ومن إفراجات يعني العفو أو لجنة تشكيل لجنة عفو أو شيء من هذا القبيل، هذه تبقى كلها شعارات. الواقع يكذبها، لسنا نحن والحال هو الذي يكذبها. طيب أعود إليك عبد الرحمن مرة أخرى وأختم هذه المقابلة بهذا السؤال معك. كلما تحدثنا عن صفقات السلاح من مصر مع دول أوروبية، خرج علينا مؤيد النظام ليقول أن تصنيف الجيش المصري من أقوى 10 جيوش على مستوى العالم، هو الأول عربيا. لماذا ترفضون أو تقفون عائقا أمام تسليح الجيش المصري؟ السؤال هنا عبد الرحمن، ألم يستفد الجيش المصري عسكريا من إبرامه هذه الصفقات؟ يعني وفي حقيقة الأمر يعني كل دولة تسلح نفسها طبقا للوضع الجغرافي والعدو الاستراتيجي والرغبة في التطوير طبقا لمقتضيات الأمن القومي الخاص بها.
السؤال الآن، نحن لدينا قضيتان أمن قومي رئيسيتان. القضية الأولى كانت هي الإرهاب في سيناء، وأنا لم أنكر في أي وقت من الأوقات أنه كان هناك إرهاب خاص من ولاية سيناء أو داعش وما إلى ذلك، وقضية نهر النيل التي هي أخطر بكثير من أي قضية أخرى. ماذا فعلت هذه الأسلحة في هاتان القضيتان؟ قضية الإرهاب لم تكن تحتاج إلى كل هذا، لأن الإرهاب ليس جيوش نظامية ستواجهها بالغواصات أو ستواجهها بالرافال 24 أو ما إلى ذلك، فضلا عن أن قضية نهر النيل للأسف نحن حتى الآن خاسرون فيها، الملء الثالث اقترب على الانتهاء، وهذا يعني أنه من المستحيل أن تفعل أي شيء مع هذا السد سواء عسكريا أو سياسيا، ليس لك إلا أن تترجى أثيوبيا أو أن تأتي لك معجزة من السماء. نعم. وبالطبع نحن مطالبون بالعمل وليس انتظار المعجزات، وبالتالي ما العائد من هذه الأسلحة جميعها؟ فكرة التسليح لا أحد يعترض عليها، فكرة التطوير لا أحد يعترض عليها، لكن هذه الديون ألا تكون سلاحا ضد مصر؟ هي سلاح ضد مصر، هذه الديون الكبيرة والضخمة ربما تقود مصر دون أن يحتاج أي عدو أن يطلق رصاصة واحدة، وبالتالي الإشكالية ليست في فكرة التسليح أو التطوير، لكن هذا يتم بغياب تام عن البرلمان، يتم بغياب تام عن الشفافية وإعلان الأرقام وهذه الصفقات، غياب عن نشر أهمية هذه الأمور للأمن القومي، غياب أي مردود إيجابي على مدى 10 سنوات فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالأمن القومي الخاصة بنا. يعني نحن ليس لدينا مشكلة المهاجرين مثل أوروبا على سبيل المثال، وهذه لا تحتاج كل هذه الأسلحة. مسألة أثيوبيا خسرناها، مسألة الإرهاب كان يحتاج إلى أسلحة محددة ونوعية، وحتى الآن النظام أبلى البلاء الحسن، وبالتالي هذه مغالطة منهم، مغالطة منهم وليست حجة مقنعة. شكرا جزيلا لكما، عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي من واشنطن، وعبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة إف دي لحقوق الإنسان في باريس. شكرا جزيلا لكما.